طبعا احنا بمطعم نوروز بلس، نوروز واحد. يا رب تكون سنة خير سعيدة إن شاء الله 2022 على العراقيين عامة وعلى كردستان بشكل خاص، ونتمنى العم الأمل والأمام على الشعب العراقي جميعا. سر سال پیروز که ما مولبات خواه خلق کردستانه ایشالله افسر سال از بو اشه باشتر بد افسر سال آنه خوشتر بد ایشالله هیویو ما اوه برکت بد ایشالله خوشتر بد هیویو ما اوه.